ترامشي جي اس 5 اس يو في ممتاز جدا، كنا سبق وحكينا عنه بأوتوفوكيوس. اليوم رح ندور اكيد على تفاصيل اضافيه حول السياره، خلوكم معنا. مسيو جيف راد صار معنا ندوي اكثر على الترامشي. هاي جيف. هاي جورج. اس يو في بمواصفات ممتازه جدا عن جد، يعني سبق حكينا عنه باوتوفوكيوس، بس دائما في ديتيلز بنرجع ندور عليهم ما بكون يمكن حكينا عنهم قبل بشكل مفصل، اليوم هيك بنرجع نوضحهم اكثر لكل المشاهدين. نعم. خبرنا بدايه عن ترامشي بشكل عام، تاريخ ترامشي التار، يمكن ما بيعرفوا الشركه بعد قد ايه صار لها بالسوق العالمي. مزبوط. هلا ترامشي تابع لجروب كثير كبير اسمه جي اي سي موتور. اوكي. هذا الجروب عبارة عن غوانزو أوتوموتيف كوربوريشن، عنده خبرة عالمية بتصنيع السيارات اليابانية. أوكي. وبعد 20 سنة خبرة تأخر شيء صار عم بيعملنا الترامشي. هالترامشي غير عن هيك أثبت حاله ببلاد عالمية مثل ديترويت، كان بديترويت أوتو شو، يعني بأهم المعارض العالمية كان موجود اليوم. مزبوط. وثبت حاله، أخذ نقاط عالية جدا بمشاركته بهالمعارض المهمة. أكيد. حتى مش بس هيك، ترامشي هو الصانع الوحيد بالصين اللي عنده توب سيفتي على كل موديلاته. بيرفكت. عنده 5 ستارز بالسيفتي بالدوميستيك ماركت. أكيد. يعني طمنت هيك كل المشاهدين اللي يمكن كثير بهمهم أمور السيفتي، إنه السيارة ممتازة جدا وعالميا اليوم معترف فيها أنها من ناحية الأمان عم تكون بهاي ستاندرد. مزبوط. طيب هلا بدنا نحكي، عم نشوف هالشكل حلو كثير لهالترامشي، كثير إذا بنحكي مودرن شكل، مع كمان لاينز حلوين كثير مع روف ريز. خبرنا أكثر عن الديزاين. مزبوط. يعني مثل ما عم نشوف أول شيء بين الفرونت فيس والألوي ويلز، عندك 18 إنش ألوي ويل. إذا مثل ما عم تشوف فيت two colors dual colors بين السيلفر والبلاك، دونك بيعطيك كونتراست كتير حلو. صحيح. زيادة عن هيك عندك الفرونت فيس تبع ترامشي كتير حلو، الفرونت فيس بالفلاينج داينامكس، عندك هالكالندر اللي بيكفي مع الليد لايتس كمان، دونك كل السيارة واحدة كونتينيو تعطيك هاللوك الاليجنت اللي بيميز حاله عن حيلا غير سيارة اليوم. الكرام كتير كتير ظاهر فيها حتى من تحت وين ما كان بنشوف، حتى بالجانت ما كنا عم نحكي. مزبوط. عطيها طابع رائع جدا كلاسيكي للسيارة. مزبوط. زيادة عن هيك يعني كتير شغلين بالديتيلز، هلا مبين شوي على طرف الضو مثلا كيف مكتوب ترامشي، كمان حفرينها كمان بقلب الضو. نفس الشيء مطبق بالإشارات، يعني عندك الإشارة بالمراية وزيادة بقلب هالليد لايت الموجود مكتوب ترامشي. أكيد كروم على مسكة البواب، البواب ما عندك محل تتحط المفتاح لأنه كيلس. كيلس أنت. دونك بيعطيك كمان هالستايلش لوك الأكتر. وكل كلها بتضل مكفيه من الاول للاخر، ما بتحس بولا اي محل انه في شيء بالديزاين منه متماسك، كله متناسق مع بعضه، متواصل مع بعضه. هلا بنشوف الداخل مع جيف، داخل الترامشي هالاس يو في الرائع اللي عم تستعرضه اليوم بوقت فوكس. أنا بفوت أكيد نحكي عن داخل الترامشي جي اس 5. الحلو كتير جيف هو اللونين بالفرش على البواب، على الكراسي الجلد اللي كتير فخمين. كتير فخم السيارة من جوا عن جد. مزبوط. يعني بالترامشي جي اس 5 سوبر بين مميزاتها هي سوبر لوكجري. دونك باللوكجري أول شيء عندك مثل ما تفضلت عندك التو تون بريميوم ليذر، دونك اتس جينوين ليذر بين بني وأسود. عندك فرق أما إلكتريك مثل ما مبين هلا، وحتى أوتوماتيك. البيانو بلاك كمان كتير حلو على التابلو موجود، هي هاللون اللميع اللي عطيها طابع حلو كتير كمان. هلا هالبيانو بلاك جاي كمان معه بزيادة بيبين بالديتيلز أكتر خشب على كل نايس. حد الفيتاس يعني، وعندك خشب وين كيف بدي أفسر لك هيك؟ يعني قفل راديو تحت الازاز، يعني حتى بالمحلات اللي ما كثير مبينه كمان شغلين بديتيلز كثير كثير مهمه. اكيد. وبهاي هاي ستاندرد. هلا هون مبين عندك كمان هذه الكونسول لل انتليجنت فور ويل درايف. اوكي. يعني فيك تتحكم فيها تو ويل درايف انتليجنت او حتى لوك كمان. عندك ترانسميشن، ترانسميشن ياباني معمول من شركة اسمها ايزن، فيها مود وينتر سبور واكيد تبترونيك. فالديريكشن بلوتوث على الديريكشن، كل الميزات كروز كنترول، كل شيء موجود
من قلب الديركسيون تتحكم فيها اكثر. فتحه بالسقف كانت موجوده بالسياره فعلا كثير حلوه. مزبوط يعني جوة. حتى هال فخامه اوبشنز مهمين كثير ماشي مع تطور اليوم بعالم السيارات. بيرفكت لهلا. مش بس هيك فيها فتحه سقف دول اي سي يمين وشمال، ما في لزوم تتخانق مع مكتك صاحبتك جورج إيه انا بردان انا كذا، لا ما ابدا. وزيادة عن هيك وسقعه اكثر للسياره احسن. على كل حال نحكي نتابع جولتنا على السياره، نحكي اكثر عن المحرك. عم نرجع نستعرض هالفرونت فيو الحلوه مع الليد لايتس كمان السيجنتشر الحلوه بالسياره. المحرك جاب شيء محركين او محرك واحد؟ محرك الجي اس 5 سوبر بيجي 1.8 تيربو، والتيربو كمان معمول من شركه مثل ما شفنا بالاول انه كل شيء سبلايرز عالميه توب نوتش سبلايرز. فاذا التيربو كمان معمول من شركه اسمها بورغ واغنر، تيربو بيشتغل على ار بي ام واطي على طول، تحس بالبوش اللازم حتى تستمتع بسويه الترمشي. اكيد كل شيء منظمات سيفتي اي بي اس او بي دي او اس بي، عندك كمان هيل ديسنت كنترول كمان، يعني اذا تعرف نازل نازله قويه هي بتتحكم 100% بالكل شيء. عندك فرن امام كمان على الكهرباء، فوق اير باجز كمان، كل هول حتى الواحد يكون مور كونفيدنت هو عم يسوق الخمشي. هلا بدنا نشوف السعر، كل المواصفات الحلوه بالداخل من حيث المحرك النشيط جدا مع ال 1.8 تيربو وهالشكل الحلو، نشوف السعر كمان لهالترامشي جي اس 5. جيف عن جد يعني السيارة كاملة متكاملة، اليوم سعرها خبرنا starting price. مزبوط، يعني مثل ما شفنا الترامشي جي اس 5 سوبر اللي هي سوبر لوكجيريوس، إن كان من الكيلس بدور على المفتاح، فتحة السقف، الجلد، التو اكزوست اللي عم نشوفهم كمان بنفس الوقت، نعم فور ويل درايف مع انجن تيربو، كل هول عاملين عليها سعر ب 20,950 دولار. سعر منافس جدا جدا لا هيك نوع من السيارات بهالحجم بهالمواصفات وبهالاوبشنات. اكيد سيارات تيست درايف موجوده، افتر سيلز مأمن عند بزرجي، ما في شك بالموضوع، مكفوله على 3 سنين او 100,000. بقى بندعي الكل يجوا يشوفوها، وموجودين بنهر الموت مارجليس بعالين الشوف وحيلا وزعتوا بكل مناطق اللبنانيه. شكرا جاف على كل الانفوز عن الترامشي جي اس 5، بنلاقيكم كل يوم بسياره جديده باوتو فوكس. الى اللقاء.